ست ماجي، مارشال بيل عمل عملية لبنتك، مارشال بيل خبرينا عنه. مارشال بيل عمل عملية لبنتي. بس مين مارشال بيل؟ لأنه في كتير من المشاهدين بالعالم ما بيعرفوا مين مارشال. صحيح، مارشال بيل القديس اللبناني اليوم صار عالمي. هو كان راهب ناسك لسنين طويلة بالمحبسة بعنايا. يمكن هو من القديسين القلائل يلي حكيوا، ما بنحفظ شيء عن مارشال بيل. إذا بدنا نفكر شو قال بحياته، كلمتين أو ثلاثة صغار، كان كل كلامه حوار صامت مع ربه. وانتشر هالقديس بكل العالم. أنا بعرف ناس من يمكن مش جايين على لبنان ولا مرة إلا بس لزيارة ضريح هالقديس يلي بعدها جدته مثل ما هي من وقت اللي توفى. من كم سنة توفى؟ تقريبا إذا أنا مني غلطانة من 50 سنة، إذا من 50 سنة عفوا كشف على قبره، يعني كان له تقريبا شي 20 سنة متوفي. وجدته لليوم بعدها موجودة مثل ما هي محفوظة. مش دايما بينفتح القبر وبينكشف على الجثمان إلا بأمر من البطركية. بطركية أو البابوية؟ البابوية. البطركية بتاخد إذن من البابوية وبينكشف على الجثمان. لحد اليوم بعتقد كمان إذا ماني غلطانة 3 مرات مكشوف على الجثمان اللي بعده ينضح دم ومي. إلى حد اليوم بيفتحوه بس لحتى ينطفوه والناس تتبرك منه وتاخد المي والدم اللي بيكونوا على تيبه. هالقديس يلي أنا تعرفت عليه كنت كتير صغيرة وقريت قصة حياته وتأثرت فيها مثل كل مؤمنة مسيحية، وعرفت إنه في إسلام من حول العالم يؤمنوا بمارشال بيل ويؤمنوا بشفاعته وحاصلين على نعمه الكتيرة. هذا القديس يلي ما بيفرق بين الناس، يلي بس تطلبيه بيكون موجود. وهو بيقول إنه بس توصلي على المحبسة أو تتمشي بأنحاء الدير اللي عاش فيه أنا موجود، ما حس فيه. بس المحبسة هي المحل يلي حبس حاله فيها كل عمره وما عاد شاف حدا كل حياته، وندر نفسه لرب العالمين صلاة وصوم. صح. وكان ينام على الحجر. صحيح، على الحجر. يعني حتى يعني هو متصوف. هو متصوف فعلا. وحتى والدته اللي اجت اشتقت له مره من المرات بحسب قصص قصه حياته ما قبل يشوفها، شايفها من ورا الحيط. مع انه بيقول يقال يعني انه هو اعترف لاحد الرهبان انه كان عم بيتحرق شوق ليطلع بعيون امه، بس ما قبل لانه هو شايف عيون امه حتى بصلاته ونسكه وتصوفه لله. وبنتك تعرضت لمشكلة؟ صحيح، بنتي من هي وصغيرة عندها مشاكل بدينيها، خضعت لثلاث عمليات جراحية بنسميهم تيوبس، بنحط بالدينين تيوبس، بيضلوا تقريبا لست شهور هالتيوبس بالدينين، وبعدين ديني بتظهروا لوحدة لبرا. على أثر تكرار هالعمليات صارت الطبلة الدينة كتير رقيقة، بس ما اجى ببالي ولا يوم انه رح بيكون عمرها تقريبا 16 سنه 15 ونص، وتفقد طبلة دينتها بس تتعرض لضغط معين. كنا نازلين من الجبل بال2008 هالحديث، وبحزيران باول الصيفيه بجون وفقدت طبلة دينتها. اكتشفت انه هي فقدت طبلة دينتها، كنا وقعنا تحت شوك كبير انه تكون عم تعمل عارض منلجيت سحايا يعني، وتكون عندي التهاب بالدماغ. بس الحمد لله اكتشفنا انه هذا خلال ساعات. صح، خلال ساعات فتنا فيها، حكينا مع طبيبه يعني وفحصها وقال لي انه عامله التهاب كتير كبير بدينيا، قبل ما نكتشف بعد شهر من العلاجات. واخذناها عند اختصاصي اسمه الدكتور الياس خوري بمستشفى الاي اند اير بالنقاش، يلي خبرني انه فقدت طبلة دينتها. وقال لي فقدتها كلها؟ كلها كلها. عادة الطبلة أوقات بتكون يعني هي الغشاء اللي قبل يلي بيحمي الدماغ. صحيح، يلي بيفصل الدماغ عن الخارج بهالقناة المفتوحة إلى الخارج. نعم. وبصير معرضة هي إنها تاخد أي نوع من التلوث ويصير دماغها هو يلي ملوث وتعمل أمراض كتيرة من وراء. بس تنفقد طبلة الدينة كمان بتخسر جزء كبير من سمعها، وهذا يلي هو صار.
وأكد للطبيب علميا جزء كبير قديه يعني بين عادة يعني كل الناس اللي بيصير معهم هالحادث بيفقدوا بين 30-70% من سمعهم حسب درجات يعني الطبلة. وأكد لي بوقتها أنه ما في أي نوع من العلاجات ممكن يحل محل زرع طبل الدينة. بما أنها هي صغيرة بالعمر يعني بعدها صبية بتقدر هالزرع يكون نسيج بيتاخد من الراس من أقرب مكان للدينة وما ترفضه تشو مزبوط. وممكن هالنوع من العمليات ما يزبط من أول مرة، ممكن الجسم يرفضه فممكن نرجع نعيده ونكرره. وبرضه ما بيرد السمع كله مزبوط، يعني بس بحافظ على ما تبقى. صحيح طبياً اللي عم بتقولي. وطبعاً كان الشق بالنسبة لنا كتير كبير، لأنه هي يارا نفسياً كتير تأثرت، لأنه صبية واللي بده يصير بالعملية إنه بده ينحلط شعرها وشعرها الطويل، وهي شايفة حالها وزغطورة وحلوة، مش لأنها بنتي عم بقول هيك بس هي مثل كتير. القمر ميرسي. وكتير كتير نفسياً تأثرت، بس شايفة تأثرت كتير إلا إنه فينا نأجل العملية إذا بدك لأكتوبر. انت بهالوقت بتقصي حبيبتي شعرك شوي قصير، الناس ما بتشتلق عليكي، بتكوني فتة على المدرسة. بس كان قلتي لي قبل التصوير كان حط الشمع لحتى يحمل الدينة. صحيح، عملنا لها قالب شمع على قد قياس دينتها لحتى يضل دينتها مسكرة وما يفوت ابدا ولا مي كل هالوقت، ولا هواء ملوث ولا اي شيء. يعني عزل كامل عن الصوت وعن كل المؤثرات الخارجية. صحيح. نعم. وممنوع تنزل على البحر، ممنوع تتحمم بدون هالقالب المحطوط على دينتها. وهي وافقت على كل الشروط، شرط انه فكرت حالها انه عم تقدف هالعملية، يعني يلا وقت وبده يقطع لقدام. انا بهالوقت كنت ملتزمة بالوردية، كنت بعمل الوردية كل يوم. الوردية هي صلاة المسبحة الليلية اللي اسمها تسعوية للعذراء، صلاة للسيد العذراء. صحيح. المسبحة بتنعاد بهيدا الوقت ولا كان قبل؟ قبل من هيدا كل الوقت. كل عمرك يعني بتصلي الوردية؟ كان إلي تقريبا سنة ونص. عرفتني على الوردية ست ختيارة باحترمها والله يطول بعمرها، قطعت معي ببرنامج نحن لبعض، وكانت جاي بدها مقوى تقعد بمقوى، واجت على البرنامج حامل مسبحة بإيدها. ليه هي علمتك وانت مسيحية وبتعرف انه الوردية لازم تنعمل؟ صح، انا كنت صلي اكيد مثل كتار من المؤمنين، بس ما كان عندي التزام يومي بالوردية. وما كنت اعرف حتى اهمية هالالتزام الا من وراء كلمات بسيطين قالتهم هالست الامية. شو قالت؟ وما كانت عم تحكي معي، يعني كنا قاعدين بسالون البرنامج، وقالت انه لو ما وحامل المسبحة بإيدها، قالت انه هي باكثر اوقات ضعفه هي اكثر ست قويه بس تحمل هالمسبحه بايدها. وقت تكون جوعانه بالليل وما عندها شيء تاكله، بس تخلص اول بيت من المسبحه بتحس بالشبع. قالت كلام يعني هو كبير لدرجه مش كل الناس بتفكر فيه او بيقطع على عقلها او بتقدر تستوعبه. انا حسيتها كانها عم توجه هالكلام لإلي، ما بعرف ليش. وهي ست ظهرت هذا كله قبل ما يصير قبل ما يصير اي شيء مع بنتي. انا هي عم تحكي، انا من جوا كنت عم بندر وعم بقول بيني وبين نفسي انه انا من هاللحظه بالذات رح بصير عندي التزام بالورديه مثل هيدي الست. ومن وقتها انا ملتزمه بالورديه، صار لي لحد اليوم 5 سنوات. بوقتها بس خليني اقول الورديه لازم تنعمل كل ليله وبشكل يعني 9 ايام ورا بعض، يعني ما فيك توقفي ليله. هديك التسعويه، بس الالتزام بالورديه هو مش لتسعة ايام فقط، هو مدى الحياه. كل ليله يوم. كل ليله المسبحه هي مؤلفه من 5 بيوت، تنقال الورديه هي 3 مرات هالمسبحه، يعني بتاخذ وقت تقريبا 45 دقيقه من الشخص اللي بيلتزم فيها يوميا. وأنا بيسألوني أوقات كيف عندك الوقت تعملي هيدا الشيء؟ أنا أوقات إيه عن جد، أنا بصلي بالسيارة، أنا وأخدي بنتي على المدرسة، أحلى وقت عندي هو هالموعد مع الوردية، وقتها بمد إيدي لحدي وبسحب هالمسبحة وبصير بصلي أحلى وقت. أوقات بعمل الوردية يعني 3 مرات 5 بيوت المسبحة وما بنتبه إنه خلصت. لهالدرجة بيبقى عندي نوع من انخطاف قد ما بحس اني عم صل ان هلا هيدا هو الوقت الحقيقي اللي عم يجمعني بالله. اوكي، شو اللي صار مع بنتك؟
بوقت اللي صارت هالحادثة وبنتي خافت كتير ونفسيا تأثرت وعرفنا انه ما عندنا ولا حل غير انه نعمل هالزرع، بيقول لي دكتور خوري رح نأجله لأكتوبر لحتى كانت هي رجعت على المدرسة وتقدر اذا حلقني لشعرها تحط بني على راسها برنيطة، ما حدا يسأولها كتير مثل بالصيفية يعني انه شبهة وليش عندي العملية وهيك. المهم انه كل ثلاث جماعة كنا نطلع بالصيفية شلها قالب الشمع ويفحص لدينتها الدكتور يسخوري ليشوف إذا دينتها نظيفة، لأنه ممنوع كان تلقط ولا نوع من الالتهاب، إذا بتلقط أي نوع من الالتهاب لازم فورا نعمل العملية. والحمد لله قطعت كل الصيفية، يارا كتير ملتزمة إنه ما تخلي ما تشيل قالب الشمع من دينتها، ما تروح على البحر، ما تخلي أي نوع من التلوث يعني يوصلها. لا نهار حددنا في وقت العملية كان نهار 4 ب7 أكتوبر، حددنا العملية ب 18 أكتوبر نهار جمعة، وأنا كنت بوقتها برنامجي أعمله على الهواء لايف جمعة وسبت بوقتها، هيك كان التوقيت تبعه نهار 4 على الـ ABC. نهار 4 8 أكتوبر بننزل من عند الطبيب محددين وقت العملية وحجزنا غرفة العمليات، كانت يارا بدها تعمل عمليتها الساعة 1 الظهر ب 18 أكتوبر ثالث عملية. أنا وعم صلي الوردية تالت عملية بالتدرج، يعني في قبل عمليتين وهي الظهر كان بدأ تعمل عمليتها الساعة 1 الظهر، كان في قبل عمليتين لغير أشخاص. أنا وعم صلي الوردية بالليل الساعة 12 بالليل ثمان الشهر كانت العملية مزبوط، كانت العملية بدأ تكون كان نهار 4 بالثمان الشهر، العملية بدأت تكون بالثمانتعش الشهر نهار جمعة. أوكي. وكان نهار 4 28 الأول أكتوبر، أنا وعم صلي سورة مر شربل، سورة قديمة كتير يمكن إلها عندي تقريبا شي 20 سنة، سورة التقليدية اللي بنعرفها لعيونه مغمضين فيها كبيرة محطوطة على حيط قط النوم، عملتي أنا مش عملية جوزي. أنا حاطة تلفزيون بوجه ميوت وعم صلي المسبحة، وأكتر شي بتذكر كنت عم بطلبه إنه نفسيتها ما تتأثر ليارا، تقطع هالمرحلة بأقل أضرار نفسية ممكنة، لأنه خسراني من سماعها صبية بدها تشيل شعراتها، يمكن العملية ما تنجح من أول مرة، وبعرف إنه العملية ما كان فيها خطر على حياتها، أنا كنت واثقة من هالشي وقال لي الطبيب، بس كان موضوع سماعها. أنا وعم بصلي الوردية وأطلب هالطلب وبقول إنه أنا شفيعي مر شربل كمان وقت طويل دايما، يعني بأمور كنت هيك كل شيء بتسألي مزبوط، كل شيء بسأله، كنت مدعيت للسخرية أحيانا من أصدقائي حتى من أهل بيتي إنه كيف أوقات تسألي بسأله أمور إلى علاقة بالعمل بالسفر بتفاصيل، يعني إنه مش معقول ما شاب يرد علي فيها، مفروض كونترا مثل عنا أو عند الإسلام هي الاستخارة بالقرآن. نعم. الكريم كنت بتختاري إنك يختار لك شو بدك تعمل. صحيح 100% هو يختار لي، وصدقيني أوقات كتير كنت ألغي عقود عمل ما أطلع بالكونترا، لأنه كنت أطلب منه مثلا إنه إذا هالعمل لازم بدك ياني أعمله خلي هالشخص اللي اتصل فيه اللي أنا ما بعرفه يحكيني قبل نهار الجمعة، إذا حكيني نهار السبت أنا رح أقول لا ألغي، وإذا حكيني نهار الجمعة رح أقول إيه. بتكون كان يضحك عليك مبارك هالعمل، وكان يضحك علي جوزي كان يقول لي حدا بيعمل بزنس مع مر شربة يعني لهالدرجة، بس كانوا يحترموا إرادتي يعني. وأكتر شيء جوزي بقول هون أنا كنت بقول له دايما اللي صار معنا واللي عمله مر شربة وهالنعمة الكبيرة مش بس كرمالي وكرمال يارا ولا تصح يارا، يمكن يارا كان صحي بالعملية كرمالك لحتى أنت تصير مؤمن براتيكان، يعني أنك أنت تمارس إيمانك مثلي. هو كان يصلي وما بده وصاية بينه وبين ربه، يقول لي مر شربل بحترمه كتير ويطلع معي على طول ويقدس معي وكل شيء، بس ضل يقول أنه مر شربل إنسان عظيم قديس وكل شيء، بس انا ما بدي واسطه مع ربنا، انا بقدر احكي بلا وما كان يمكن كانه من جوا باللاوعي تبعه يصدق انه هالشخص بيقدر يكون واسطتي انا ليعمل لي الله عمليه لدينه بنتي بواسطه مرشال.
كان لاخر لحظه خبرتي يعني هلا بهاللحظه خبرتينا انه مارشال بيل عمل عمليه جراحيه باذن بنتك. صح هذا الشيء صار. هذا الشيء صار كيف صار؟ باني انا وعم صلي المسبحه بليله الاربعاء 2 وانت حاطه التلفزيون ميوت بيقول لي طلعتي بالصوره. قبل ما اطلع سمعت صوت بيقول لي طلعت اليوم وقررت تعمل عمليه وما بدك تستشيريني ما بدك تاخدي رايي. ماكي انا رح العب دور زوجي. سمعتي صوت؟ شو بتفسري هذا الصوت؟ صح صوت شو؟ رجل؟ صوت رجل ختيار مثل ما هو بالصوره. حتى جوزي سالني بوقتها قال لي سمعتي صوت؟ تتذكري هذا الصوت له علاقه بالصوره اللي انت حاططتيها؟ يما صوت كلكونك مين ما كان مش معروف. بتعرفي الصوت طلع من قلبك ولا طلع من الصوره؟ صدقيني يعني هو طلع من عقلي ومن قلبي ومن الاوضه، بس انا بهديك اللحظه كنت مؤمنه بمنطق بيقول انه هالصوت هو صوت مارشال بيل نفسه، صوت ختيار متهدج الصوت، حتى صوت بتعرفيه انه صوت ختيار مش صوت شاب. كيف شو قال لك؟ قال لي قررتي تعملي العملية بدون ما تاخدي رأيي ولا تطلبي مني إشارتي؟ أنت كيف ما نسيتي؟ ما بعرف نسيت بالمر مش نسيت، راح عن بالي كأنه رح قال لي شو أنا بفسر. معنى تستشيري بكل شيء مظبوط، حتى ما قدرتها بس صلي له وقل له ساعدها رفقة بليز ما تخلي نفسيتها تتأثر. لهلأ بفسر أنا، طبيب قال لي جملتين، قال لي ماجي ما تروحي عند طبيب آخر غيري يضحك عليك تفلي من هون وتقولي ما بدي أعمل الزرع بدي روح شوف إذا في حل تاني، ما عندك غير حل. كأنه منطقي وعقلي قال إنه ما عندي غير حل، كأني نسيت أنا هيدا الإيمان يلي كنت أحكي فيه مع مرشد وأطلب منه أمور أسخف من هيك، أسخف من مرض وأسخف من عملية كبيرة مثل هالعملية. بس أنا وقت سمعت صوته ما فيني أقولك شو تندمت وشو طلبت السماح وقل له اللي انت بتعرف نيتي، انا مش نسيت، انا ما بعرف شو صار لي، ما بعرف ليش ما طلبت رايك، ليش ما سالتك، بس سمعت الصوت. وصرت بلحظتها عندي شعور بتمنى كل لحظه يرجع لي بحياتي وقل له فيه سامحني انت رح تعمل لها العمليه ليا رب، وانت بدك تقلي انك انت مش زعلان مني بس رح تعمل لها العمليه ليا رب، انت بتعرف قلبي وانت بتعرف نيتي. ومن هديك اللحظة أنا وعم بقول له هيك وعم ببكي وعم برجف، يمكن طلعت حرارتي، حس بسخن بجسمي، ما أعرف إذا هيدي حرارتي يما هيدا إيماني يما هيدا شو كان عندي. طلع الأدرينالين، طلع خفتي كتير كتير، خفت وانبسطت وبكيت وارتاح وقوي إيماني أكتر. ما بتصدق قديش حسيت وكنت متأكدة أنا وعم بتطلع فيه بالصورة وقل له أنت رح تعملها العملية، كأنه صارت. حسيت بهاللحظة كأنه جوابني، هو ما عاد سمعت صوته أنا بعد هديك الجملة، ما عاد سمعت ولا صوت الصورة، لا ما فيها حراك ولا شيء، بس كان عندي ثقة مطلقة من جوا إنه هو رح يعمل العملية تاني نهار. تاني نهار؟ تاني نهار بالذات بتسعة تشرين الأول بعيد الصبح سنة 2008 كان نهار خميس، كان عندي برنامج على الهواء بعد الظهر الصبح. جوزي بيبدل الاولاد، بيوعى جوزي بيلاقيني بمنظر ماني نايمه كل الليل عيوني ورمانين، بيسالني شو في وبخبره من جوا. هو بيقول تاثر طبعا لانه انا كان منظري منظر يعني، بس اكيد ما صدق اللي عم بقوله، يعني ما صدقني، فكرني عم بحلم، فكرني مهوتسي قد ما خيفاني على يارا. قال لي بوقتها خلص وقفي بليز بترجيكي وقفي بكي، انت شو بدي تطلعي على مارشال بيل الليلة نزور يارا؟ قلت له بدنا نطلع على مارشال بيل ويعملنا العملية. هو بيرجع بيرن راسه ويقول شو يعملنا العملية، يعني عم بفكر. يقول لي حبيبتي خلص انت اليوم نطلع على، بس ترجعي انت من الشغل والولاد من المدرسة نطلع على مارشال بيل منزور. كان عندك هوا لايف؟ كان عندي هوا لايف على الساعة 5. راحوا الولاد على المدرسة، يارا ما معها خبر باللي انا عم بقوله ابدا، وبس قلت لها اليوم نطلع على مارشال بيل بس ترجعوا من المدرسة يارا وماريا الأصغر منا. المهم إنه كنا بمارشال بيل الساعة 7:30 عشية، طلعنا على المحبسة. نحن ريل تيفيشل برنت صح. بكتشف نحن وبالنهار أنا عم بعمل ميك اب، بتقلي الماكيوز يلي هي كارولين ساركيسيان، هي حدا كتير مؤمن، بتقلي ماجي بتعرفي إنه اليوم عيد تقديس مارشال بيل مثل اليوم قدسوه بروما؟ أنا بس قلت لها الجملة 8 9
29 الأول أكتوبر يوم تقديس مرشاد. صرت ابكي يوم تعمل لي يوم تطويب قصديك؟ ايه نهار اللي طوبوه قديس. ياه ما كنت عارفة. قلت لها مش بالصدفة هيدا الشيء عم بيصير. انا اليوم مرشاد رح يعمل عملية ليارا وهي عارفة انه يارا صاخنة. قلت لي شو عم تحكي شو صار معك؟ خبرتها وقلت لها هي الجملة اللي قلتي لي اياها اكدت لي انا يعني انه مش بالصدفة رح يعمل لها يوم تقديس والعملية. ست نضال كان عندي شعور خلينا عندنا نكرر الصدفة قانون الأغبياء. فعلا فعلا لا أؤمن بأي صدفة. ميخائيل نعيمي قال هيك مش أنا. قلت لها قلت لها أكدتي لي هلا تأكدت كأنه عم ينطق بلسانك اليوم رح يعمل العملية. صارت تصلي بإيدها على وجهها كانوا يتقل يا ريت فيني أطلع معك على مشارب عندي عروس بعد الظهر. رحت على البرنامج ما بقدر أقول لك شو كيف عملت البرنامج وكلهم اشتلقوا علي. خبرتهم ديزيري فرح وفاء نضال كل الناس اللي كانوا معي بفريق العمل خبرتهم أنه الليلة طالعين نعمل العملية ليارا بمرشربة. وكأنه كمان عم منطق بهالشي يقول هالكلام قد ما كان عندي ثقة. ما كنت خايفة ولا عندي شك. ما قلت لهم بعد ما صارت العملية. قلت لهم قبلها اليوم طالعين نعمل العملية ويعمل لها إياها مرشربل. مهم أنه 7:30 عشية كنا بمرشربل بالمحبسة. أنا من لحظة نزولنا من السيارة بلشت أبكي. ماريا الصغيرة بوقتها كان عمرها 11 سنة صارت خيفين عليها تقول لي مامي عم يوجعك راسك ليش عم تبكي؟ إلا مامي مبسوطة كتير اليوم جايين نعمل عملية لأختك. أختك ما رح تروح على غرفة العمليات ولا رح تتبنج. مرشربل رح يعمل لها العملية. طبعا اليوم عم تستوعب شو عم بحكي. يارا صارت من جوا مزعوجة إنه أنا أمها اللي هي بتوثق بكل كلمة أنا بقولها منا واثقة باللي عم بقوله. حست إنه أمها عم بتبالغ وجوزي نفس الشيء. صاروا خيفانين على نفسيتي. صار مشكلتها مش دينتها. صار مشكلتها مجعون. صح. وصار مشكلتها هي وحتى جوزي مشكلته شو بده يعمل بس أنا رح أوقع قدام هالحقيقة اللي بتقول إنه ما صارت العملية. وين بدي روح بهالكلام اللي عم بقوله؟ كيف بدي الحم اذا بدك يعني هيك صار يفكر هالثقه هيدي كيف بدي ارجع ربي هالعلاقه مع مارشال اللي ما راح نعملها العمليه اليوم. يعني هو برايه انه مارشال بيقدر يرفقها على غرفه العمليات بيقدر يساعدها بيقدر اندرها له بس تخلص عم بس مارشال